السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بإذن الله جايب لكم برنامج جديد جدا، التحديث اللي أنا كنت شرحته قبل كده ده التحديث الجديد بتاعه. برنامج بيشغل قنوات بين سبورت مشفرة، زي ما انتم شايفين، زي ما انتم عارفين حضراتكم، كل بطولة كوبا أمريكا شغالة وأمم أفريقيا هتشتغل يوم 21. البرنامج ده بيشغلها، البرنامج ده هو بس بيعوز طلبات التشغيل بتاعته. كل طلبات التشغيل هسيبها لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. انت بس ما عليك ان انت تحمل طلبات التشغيل دي، وان شاء الله باذن الله البرنامج يشتغل معاك، مفيش ادنى مشكله. البرنامج بيشتغل على جميع ذرات الويندوز 7 اكس بي 8 10، شغال مفيش ادنى مشكله. بس قبل ما نخش في الشرح، اتمنى انكم بس اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك مننا كل جديد ان شاء الله. يلا بينا. اول حاجه رابط البرنامج، التحديث الاخير بتاعه بيجي لك، بتفك اختبار الكواتشه، بتفكه بيجي لك عداد بس يبقى مرميات. خطوات سهلة بسيطة، يعني اللي مش عارف انا هوريلكو الخطوات بتاعتها، مش معايا، واحدة واحدة، مستعجلش. تحميل مجاني، اي صفحة تانية هتجيلك تخرج منها. بيقول لك اختبار كباتشا، بيقول لك اتعلم عليها، جالك اي صور بتحلها، ما جالكش انت برضو بتعلم، مفيش اي مشكلة. بعد ما بيخلص العد، بس انا منتظر لما يخلص العد بتاعه، العداد اللي بيعد ده، تمام. وننشأ رابط اي صفحة بيخرج منها، ندخل هنا للتحميل، تمام. هينزل معايا البرنامج زي ما انتم شايفين، انا كده كده محمله قبل كده، تمام. بعد كده في بتحمل الكود برضو نفس الطريقة، تمام. لو الكود ما اشتغلش معاك، البرنامج فيه هوريك، ممكن تحمل البرنامج نفسه. استنى ما يخلص تحميل مجاني، اي صفحة اطلع لك تانية تقفلها، تحل اختبار كباتشا، استنى اما العداد يخلص عد وتدوس رابط تحميل، تمام. معايا كده يا شباب، طبعا الموضوع سهل وبسيط. نفس الروابط التانية برضو نفس الطريقة، بتحملها بنفس الطريقة، تمشي خطوة خطوة مع تمام. انا كده كده محمله، مش هحمله. بعد كده بقى في ال VLC، بتحمل VLC وبتحمل ال كل الحاجات دي هسيبها لكم اسفل الفيديو، تمام يا شباب. بعد كده بيجي لك بقى اللي هو بينزل لك زي ما انتم شايفين كده، ادي البرنامج زي ما انتوا شايفين اهو، ده البرنامج. بيسطب عادي، نيكست 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 نيكست، لغاية ما بيسطب انا كده مسطبه، وده الباسورد، تمام. بعد كده بيسطب الـ VLC،
هو البرنامج ده، وبتسطب برنامج الايون، مجموعة الايون عشان اشتغل معاك البرنامج. تمام شباب، اهم حاجة لازم تسطب البرامج اللي انا هسيبها لك تحت اسفل الفيديو. دي واجهة البرنامج، واجهة جميلة جدا، بيجيب لك مباراة اليوم، مباراة تبقى مصر وغانيا والمغرب ومش عارف ايه وقطر وكل المباريات بتاعت اليوم. تمام، بيجيبها لك. تمام شباب، ناخد احنا الباسورد كده كوبي بنحطه هنا، بس بقول له حفظ كلمة المرور، تفعيل البرنامج اشتغل معانا وفتح معانا زي ما انتوا شايفين. اللي بيهمنا في كل ده اللي هو ميدين سبورت، اللي هي قنوات اللي هي بتاعت الماتش. في قنوات تانية كتير، وفي راديو، وفي وقت مسلسلات، وقت أفلام، في حاجات كتير، بس أهم حاجة اللي بيعملني اللي هي القنوات دي. تمام، دي قنوات بين سبورت، وعندك جودات اهي، جودات مختلفة زي ما انتوا شايفين. تمام، وعندك البي ماكس، في قنوات رياضية بقى تانية، في قنوات أطفال، قنوات ترفيه، قنوات ام بي سي، ام بي سي مصر، وقنوات اخرى، في مجموعه قنوات كتيره. تمام، ابتدي بقى الشكل مثلا دي كده زي ما انتم شايفين، منتهى المسلسلات ومنتهى ولا تقطيع ولا اي حاجه ولا الكلام اللي فيه خارج ارضيه الملعب، بس عشان ايه حق البث طبعا. ماشي، بتاع ديفانتيفو لابيس يحاول ديفانتيفو لابيس، ماشي الدنيا، بس الصوت. تمام، زي ما انتم شايفين يا شباب، قناة بين ماكس زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين هاي اللي بتبتدي تذيع أم أفريقيا وتذيع كوبا أمريكا، زي ما انتم شايفين اهي شغالة، مش عندنا مشكلة. الأربع قنوات اللي هيذيعوا كوب أمريكا. تمام، في بقى قنوات تانية رياضية برضو زي ما انتوا شايفين، بي كيو، أكبر مفاجآت يا بتاعت أبو ظبي. تمام شباب، زي ما انتم 40 ثانية، زي ما انتم شايفين كل القنوات شغالة، مفيش أي مشكلة. عايز أرجع بروح جاي على السهم ده، برجع لقنوات تانية، في قنوات أطفال بقى أو في قنوات ترفيهية، في مجموعة قنوات كتير يعني. هو هيعجبكم البرنامج، والبرنامج جميل جدا و شغال كويس، مفيش عندنا مشكلة، ما بيقطعش. راح معاك بدل ما تجيب ريسيفر وتدفع مبلغ وقدره وقاعد يركبهولك وبتاع، لا انا حضرتك انت في البيت برنامج بتنزله، مش محتاج منك حاجة، هو النت بس اللي محتاجه، والبرامج، البرامج اللي انت بتنزلها. ويا رب يكون البرنامج نال اعجابكم، وان شاء الله باذن الله في اي مشكله قابلتك ولا حاجه ممكن حضرتك تتواصل معايا. حضرتك انا سايب لك الايميل بتاع الفيسبوك ورقم تليفوني تحت امركم في اي وقت. تمام، ان شاء الله باذن الله البرنامج نال اعجابكم وتبقوا اشتغل معاكم كويس، ومفيش عندنا مشكلة. بس أهم حاجة حضرتك، بس زي ما أنا قلت لحضرتك،
طلبات التشغيل بتاعة البرنامج تنزلها والبرنامج هيشتغل معاك مفيش أدنى مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.